برنامجنا الذي سنطلعكم فيه على مجريات الأحداث في فندق إسكايلايت في أديس أبابا، حيث تعقد سفارة المملكة المغربية احتفالا بعيد الأرش الوطني المجيد 25. كونوا معنا. إثيوبيا لديها علاقات خارجية متنوعة مع دول العالم قديما وحديثا، وتربطها علاقات قوية بهذه الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دول العالم، ولها علاقات استراتيجية وتعاون في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتحظى بعلاقة خاصة مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأفريقي، حيث أنها تعتبر مقر الاتحاد الأفريقي وتلعب دورا قياديا فيه. الأمم المتحدة: إثيوبيا عضو نشط في المنظمة وتساهم في عمليات حفظ السلام، وتسعى إثيوبيا دائما إلى تعزيز علاقاتها الخارجية وتنويع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق مصالحها الوطنية. وموضوعنا اليوم العلاقة المغربية الإثيوبية، وذلك تزامنا مع احتفالية السفارة المغربية في إثيوبيا بعيد العرش المجيد 25 لعام 2024. علاقات أثيوبيا والمملكة المغربية هي علاقات سياسية واقتصادية متنامية ومتعددة الأطراف في مجالاتها المختلفة، تربط البلدين علاقة دبلوماسية منذ عام 1963. في السنوات الأخيرة شهدت العلاقة تحسنا ملحوظا مع تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين في البلدين، ويوجد تعاون في المجالات السياسية والأمنية مثل التنسيق في القضايا الإقليمية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا والمغرب، وهناك جهود لتعزيزه. تركز التجارة بشكل رئيسي على صادرات إثيوبيا من المواد الخام والسلع الزراعية إلى المغرب. هناك بعض الاستثمارات المغربية في إثيوبيا في قطاعات مثل الزراعة والبناء والطاقة المتجددة، ويوجد تعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في مختلف المجالات. تسعى كل من إثيوبيا والمغرب إلى تعزيز علاقاتهم الثنائية، وتركز الجهود الحالية على توسيع نطاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. احتفلت السفارة المغربية في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2 يوليو 2024 بالذكرى 25 لتربع الملك محمد السادس على أرش أسلافه. الحفل أقيم في فندق إسكايلايت بأديس أبابا، وحضره مسؤولون من الحكومة الإثيوبية والسفراء المعتمدين هناك، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والقارية والشخصيات الدينية والثقافية وأفرادا من الجالية المغربية المقيمة في إثيوبيا. هذه الذكرى السنوية تعد مناسبة هامة بالنسبة للشعب المغربي، حيث يجدد فيها روابط البيعة والولاء لقائدهم الملك محمد السادس. وتنظم هذا الاحتفال كل عام سفارة المغرب في أديس أبابا بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. عيد العرش المجيد هو الاحتفال السنوي بتولي الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية. يعتبر هذا العيد أحد الأعياد الوطنية الرئيسية في المغرب، والذي يحتفل به الشعب المغربي بفخر واعتزاز، ويحتفل بعيد العرش المجيد في 30 يوليو من كل عام. وهذا العام 2024 يصادف الذكرى 25 لتولي الملك محمد السادس عرش المملكة. تعتبر الذكرى 25 لتولي الملك محمد السادس عرش المملكة محطة هامة في تاريخ المغرب الحديث. خلال هذه الفترة شهد المغرب العديد من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، والاحتفال بهذه المناسبة يؤكد على استقرار المملكة وتقدمها تحت قيادة الملك محمد السادس. مظاهر الاحتفال: عروض عسكرية وألعاب نارية في الساحات العامة للمدن الرئيسية، مهرجانات فنية وثقافية تبرز الموروث الفني والتراثي المغربي، توزيع المساعدات والهبات على المحتاجين والفقراء كجزء من الاحتفالات، إضاءة المباني الحكومية والعامة بألوان العلم الوطني المغربي، مسيرات وفعاليات شعبية تعبر عن الفرح والاعتزاز بالملكية المغربية. ويعتبر هذا العيد رمزا للوحدة الوطنية والهوية المغربية،
يظهر المغاربة خلال هذه المناسبة ولاءهم وتفانيهم تجاه العرش المغربي. تعزز الاحتفالات الروابط الاجتماعية والثقافية بين مختلف شرائح المجتمع المغربي. يشكل هذا العيد فرصة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالتراث والهوية المغربية. بهذا يعتبر عيد العرش المجيد من أبرز المناسبات الوطنية في المملكة المغربية، والتي تجسد مكانة الملكية في نفوس المواطنين. وقالت السفيرة نزهة علوي إنه من المهم في المقام الأول أن يتم الالتزام للمبادئ المقدسة للسلام الإقليمي والوحدة الوطنية لجميع الدول الأفريقية، كما أن تمسك المغرب القوي بالقارة الأفريقية وفقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس للتعاون جنوب جنوب هي تأكيد على إرادة المغرب تحت القيادة المستنيرة لجلالته لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والمستدامة للقارة، وهي إحدى أولويات سياسته الخارجية. أود في البداية أن أشكر جميع وسائل الإعلام الإثيوبي التي حضرت معنا في هذا الاحتفال في عيد الوطن المملكة المغربية، اللي هو عيد العرش المجيد، اللي هو يجسد التحام الشعب المغربي بملك المغرب أمير المؤمنين نصره الله. شكرا جزيلا على الحضور. أهمية قصوى، يعني كما ترون يعني حضر معنا فريق من موسيقي من المغرب من منطقة سوس الجنوبية، وكما تلاحظون يستعملون آلات موسيقية مثل ماسينكو اللي هي حاضرة هنا في الثقافة الإثيوبية. وبالتالي من خلال يعني حفل مثل هذا وعرض مثل هذا يمكن لنا الفهم والإلمام بين ما بين المغرب وإثيوبيا مسافة جغرافية، ولكن قرب ثقافي واجتماعي وروحاني، يعني قرب عميق وتاريخي جدا. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع أثيوبيا، أكدت سعادة السفيرة نزهة علوي على أهمية العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والمغرب في كلمتها، وقالت إن أثيوبيا لها مكانة في الإقليم ودورها الهام في تحقيق السلام والأمن في أفريقيا، مضيفة أن أثيوبيا تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب لمكانتها الهامة في الإقليم ودورها في تحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة. وأشارت سعادة السفيرة إلى أنه بعد زيارة الملك إلى أثيوبيا في 2016 اكتسبت العلاقات زخما في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن التعليم والتدريب المهني والبنية التحتية والطاقة المتجددة هي من بين تلك المجالات التي يسعى البلدان إلى الحفاظ على الزخم فيها. وأضافت أن الشركة المملوكة للدولة OCP أصبحت شريكا قويا لدعم إثيوبيا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة في قطاع الزراعة. وقالت السفيرة إن المغرب وإثيوبيا يواصلان إثراء وتنويع تعاونهما الثنائي، مشيرة إلى أن زيارة جلالة الملك إلى أثيوبيا في نوفمبر 2016 أعطت ديناميكية جديدة للعلاقات بين البلدين. وتتميز العلاقتان المغربية والإثيوبية بكونها قائمة على أسس راسخة من الأخوة والاحترام المتبادل والرغبة الأكيدة في التعاون المثمر والمنفعة المشتركة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي على مختلف المستويات بشأن القضايا الأفريقية والإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقي. وقالت السفيرة إن العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والمغرب شهدت هذا العام تطورا على مستوى من الزيارات الرسمية المتبادلة من الوفد المغربي العسكري والديني، بالإضافة إلى ذلك إجراء أول مباحثات سياسية بين البلدين، موضحة بأن هذا يعكس الرغبة المشتركة لبناء شراكة قوية متينة بين البلدين، والتي يمكن أن تجسد الأخوة والصداقة العميقة بينهم. العلاقات ما بين المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية الديمقراطية الإثيوبية قديمة جدا، لكن عرفت يعني دفعة قوية جدا منذ زيارة جلالة الملك نصره الله إلى إثيوبيا الشقيقة في نوفمبر 2016، بحيث تم توقيع عدة اتفاقيات لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية من أجل بناء شراكة جنوب جنوب ننجح فيها جميعا. وبالتالي بعد هذه الزيارة الميمونة كانت عدة زيارات رسمية ما بين المغرب وإثيوبيا، وعلى سبيل المثال هذه السنة في الثلاث أشهر الأخيرة لاحظنا زيارات على أعلى مستوى
في الميدان العسكري على سبيل المثال، في الميدان الديني والروحي الروحاني زيارة مؤسسة محمد السادس للعلماء العفارقة، وكانت أيضا في شهر مايو الماضي أول مباحثات سياسية ما بين المغرب وإثيوبيا، ونحن جد سعداء لهذه القفزة النوعية في العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة ما بين البلدين لبناء شراكة قوية متينة التي يمكن لها أن تجسد الأخوة والصداقة ما بين بلدين إفريقيين. ووضحت سعادة السفيرة بأن الدولتين تعملان في مجال تعاون بشأن تحقيق السلام والأمن في القارة، ولديهم دور كبير في الأمن والاستقرار، وتعملان على المستوى القاري ولديهم مسؤولية الازدهار والتسامح المشترك في المنطقة. كما ذكرت السفيرة بأن هناك تشابه ثقافي وتراثي، على الرغم من أن هنالك بعد مسافة جغرافية بين البلدين، لكن هناك قرب اجتماعي وروحي وتاريخي وترابط وثيق بينهما. والله مجالات شتى، يعني كل مجالات التي تدخل في نطاق التعاون جنوب جنوب، ألا وهي الفلاحة، التنمية المستدامة، يعني التربية، الدراسة، تدبير المياه، السياحة، كل ما هو عنده دخل في خلق يعني تنمية داخل البلدين هو محطة اهتمام مشترك ما بين البلدين. والله المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية الفيدرالية الإثيوبية يعني لهما دور كبير جدا وتاريخيا في الأمن والاستقرار في إفريقيا، يعني دولتين تشتغلين على الأمن والاستقرار والأمان على المستوى القاري، بحيث يعني فيه مسؤولية على أعلى مستوى بالاشتغال يد في اليد من أجل ليس فقط يعني الاستقرار والسلم، ولكن أيضا الازدهار والانفتاح والتسامح. التسامح أيضا، ثقافة التسامح يعني مهمة جدا في البلدين. أفراد الجالية المغربية المقيمة بالجمهورية الديمقراطية الفيدرالية بإثيوبيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحل الذكرى 25 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، ونحن نستحضر بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز قوة ومتانة الالتحام الذي ما فتئ يجمع العرش العلوي المجيد والشعب المغربي على امتداد مختلف مراحل بناء صرح مملكة الرخاء والازدهار وأهم المنعطفات الحاسمة من تاريخ الأمة. وتأتي هذه الذكرى المجيدة يوم 30 يوليو من كل سنة لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك محمد السادس رمز الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث. وإذ نخلد اليوم بكل فخر واعتزاز هذه الذكرى الحافلة بالدلالات والحمولات التاريخية الوازنة، لا بد أن نجدد التأكيد على متانة رابطة البيعة الشرعية في بعدها الديني القائم على التعاليم السديدة للدين الإسلامي الحنيف، ومدى تشبثنا الراسخ بتخليد هذا العيد الوطني المجيد جاريا على العادات والتقاليد العريقة للمملكة المغربية، مستحضرين النضالات والملاحم الجهادية الخالدة التي خاضها كل من جده جلالة مغفور الله الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراهما، جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب المغربي تمهيدا للقيام صرح مغرب الحرية والانفتاح والتقدم. فلقد جسدت البيعة الشرعية على امتداد تاريخ المملكة المغربية الراسخة التي تجمع الملك بوصفه أمير المؤمنين وحامل حمى الملة والدين وقائد الأمة ورمز الوحدة والسيادة الوطنية بشعبه الوفي. إن احتفالنا اليوم هذا يجسد استمرارية وتواصل الحكم الرشيد والثابت على النهج القائم ضمان الاستقرار والرقي والازدهار. إن ولاء الشعب المغربي قاطبة لملكه هو تعبير عن إجماع واضح حول تشبث المغاربة بالوحدة الترابية للمملكة ورغبتهم في صون حرمتها والدفاع عن حماها، اعتباراً لكون الملك رمزاً للوحدة والتكامل والتماسك الترابي بين مختلف مناطق البلاد. ومع حلول هذه الذكرى العزيزة على قلوب الشعب المغربي، نقف وقفة إجلال وإكبار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
مستحضرين التحولات الإيجابية المشهودة والخطوات الجبارة التي حققتها مملكتنا والذي بوأها هذه المكانة. وهذه فرصة أيضاً أن أجدد الترحيب بأفراد الجالية المغربية المقيمة بإثيوبيا الذين أبوا إلا أن يشاركوا السفارة أفراح عيد العرش المجيد لهذه السنة، وأعبر لهم عن استعداد هذه السفارة الكامل من أجل خدمة مصالحهم الإدارية الآنية تنفيذاً للتعليمات المولوية السامية التي جعلتهم في صلب الاهتمامات والأولويات لحكومة جلالته. كما أذكر أفراد الجالية المغربية بأنهم سفراء بلادهم في إثيوبيا، لذا ينبغي لهم أن يتحلوا بأسمى الصفات وأن يعكسوا القيم الحقيقية للمغرب من تسامح وتعايش وانفتاح على الآخر، بعيدين عن أي تزمت أو تطرف. وأنا أناشدهم كذلك انخراط إلى جانب هذه السفارة في الدفاع عن مصالح المغرب، خاصة وحدتي الترابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن جانبه أكد السفير فيتساها شاول المدير العام للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإثيوبية بمناسبة الفعالية للاحتفال بعيد العرش 25 لجلالة الملك محمد السادس على أن العلاقات الإثيوبية المغربية تعتبر من أطول العلاقات في مجال الشراكة الاستراتيجية، كما دعا اللجنة الوزارية المشتركة في تطوير التعاون القائم بين البلدين لتشمل التجارة والاستثمار والتعليم والزراعة وغير ذلك، موضحا بأن إثيوبيا والمغرب تعمل الآن في إطار التعاون متعدد الأطراف والاتحاد الأفريقي في القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. وأكد السفير فيتساها على أن زيارة جلالة الملك محمد السادس لإثيوبيا في نوفمبر 2016 قد وضعت أسسا قوية لتطوير العلاقات بين البلدين، وقال إن هذه الذكرى المجيدة التي تأتي في يوم 30 يوليو من كل سنة تسلط الضوء على أواصر المحبة القوية ونهضة المغرب الحديث نحو التقدم والازدهار، حيث يعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها المغاربة والتي يتخلل لها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية. مشاهدين الكرام، وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة التي أطلعناكم فيها على مجريات الأحداث